أحييكم من جديد في غرفة الأخبار. وصلنا الآن إلى فقرة لقاء الأحد، وفيها نستضيف الدكتور الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي بالمغرب وقرار الحكومة تمديد الإجراءات الاحترازية بعدد من المدن المغربية. أرحب بضيف لقاء الأحد لهذا اليوم الدكتور الطيب حمضي الذي ينضم إلينا عبر الأنترنت من الرباط. دكتور، أهلا بك على ميديان تي في. أهلا بكم ومرحبا ومرحبا المشاهدين. بداية دكتور، هذا التمديد للإجراءات الاحترازية يأتي مع اشتداد وطأة الوباء بالمغرب بمعدل إصابات يومية تجاوز 3000 في أغلب الأحيان. هل يعني ذلك أن الوضع أصبح منفلتا؟ الوضع هو بقية جد مقلق، يعني منذ عدة أسابيع بل منذ عدة أشهر، وكيف يعني كيف ما قلنا في هذه الأيام الأخيرة، رغم الانخفاضات التي لوحظت في بعض الأرقام ديال الإصابات الجديدة اللي كانت عندها عدة تفسيرات، ولكن المعطى الهيكلي الأساسي وهذا أكدنا عليه على أنه ليس هناك أي سبب يجعل أن الوباء ينخفض في هذه الشهور. هذه احنا في الموجة الثانية، احنا في الموسم ديال البارد اللي كانت فيه الأمراض التنفسية، فيه الأنفلونزا، فيه جميع الظروف اللي كتنشر الفيروس وكينتشر أكثر. فإذا هذه الأولى. الحاجة الثانية هو رغم يعني في الدول الأخرى، خاصة نقوله باللي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كتسجل الآن تقريبا 300 ألف وفاة، رغم التلقيح المبكر كيتوقعوا الخبراء أنه في دابا 3 شهور غتكون عندهم 600 ألف وفاة. في فرنسا، في بريطانيا، في كل الدول الوباء ما كينقش. فإذا كذلك في جميع دول العالم ليس هناك أي مبرر أن الوباء غادي ينقص، بل الوباء بقي كينتشر، الموجة الثانية مازال مستمرة والوفيات مازال غادي ترتفع مع الأسف. ليس هناك من سبيل للتحكم فيها إلا الإجراءات الاحترازية والإجراءات الترابية اللي كتخذ على صعيد المدن، على صعيد العمالات والأقاليم. وكذلك خصنا نقولوا باللي اللقاح واخا يكون متاح في الأيام المقبلة، راه في 3 أشهر المقبلة ما غادي يكونش عنده تأثير على الحالة الوبائية، بل خصنا ننتظروا أسابيع أكثر. تعتقد دكتور أن الحديث عن اللقاح والحديث عنه بكثير من التفاؤل يعني ربما يؤدي في النهاية إلى مزيد من التراخي من طرف بعض المواطنين في التقيد بالإجراءات الاحترازية؟ هذه هي الأشياء اللي النهار الأول اللي يعني تم الإعلان على أن اللقاحات يعني تقريبا في المراحل النهائية ديالها، وبأنها آمنة وبأنها فعالة وبأن بلادنا غادي يكون عندها الحظ والحظوة ديال أنها تستفد من التلقيح في يعني من البلدان الأولى في العالم اللي غادي تحمي الشعوب ديالها. كنا دائما كنقولوا أن الرسالة الثانية للمواطنين، هذا الشيء هذا ما خصوش يدفعنا للتراخي أو المزيد من التراخي. اللقاحات كتطلب جوج ديال الجرعات، 3 أسابيع بيناتهم، كاين الأسترازينيكا كيطلب 4 أسابيع بيناتهم، ومن بعد الجرعة الثانية كيخصنا 2-3 أسابيع أخرين باش تكون عندنا المناعة، وباش يمكن لينا نقصوا من الإجراءات الاحترازية خصنا نوصلوا المناعة الجماعية. هادشي هذا ما غيكونش في الشهر أو في شهرين في 3 شهور، هادشي إلا بدينا الآن وكان كل شيء متوفر واللقاحات متوفرة على الأقل إلى حتى بداية فصل الصيف، عاد يمكن لينا نتكلموا على نخفوا من الإجراءات الترابية ومن بعد هذه الإجراءات الاحترازية، وما يمكن لناش نتكلموا حتى نهاية السنة عاد نقولوا العودة التدريجية للحياة الطبيعية. فإذا من الخطأ نعتقدوا على أن اللقاح راه غادي يحل المشكل الوبائي حاليا، الوباء اللقاح غادي يحل الوباء بشكل عام، نقدروا نقضيوا على هذا الوباء يعني عموما، ولكن في الأسابيع المقبلة لا، الإجراءات الاحترازية والترابية هي اللي غتحمينا. أذكر فقط الدكتور طيب حمدي، أنت معنا في حديث من مدينة العرائش غير بعيد عن مدينة طنجة في شمال المغرب. برأيك تشديد الإجراءات دكتور، الإجراءات الاحترازية أو فرض حجر جزئي يكون الهدف منه هو الحد من انتشار الفيروس عن طريق كسر سلسلة تنقله وبالتالي التقليل من حالات الإصابات، لكن يلاحظ أن العكس هو الذي يحدث خاصة في مدينة الدار البيضاء التي كما تعلم دخلت تمديدا جديدا للإجراءات الاحترازية ل4 أسابيع أخرى ابتداء من اليوم. في رأيك هل خرج الوضع الصحي بجهة الدار البيضاء عن السيطرة؟
في الدار البيضاء في الواقع الإجراءات الاحترازية والإجراءات الترابية التي اتخذت في الدار البيضاء وفي غير الدار البيضاء، خصنا نعرفوا اليوم بلي العدد كبير من المدن ديال المغرب والأقاليم في المغرب في المدن ديالهم كاين إجراءات ترابية ديال منع التجول الليلي، ديال الحد من الأنشطة الاقتصادية، ديال الإجراءات الحد من التنقلات بين المدن وداخل المدن. صعيب نقول اليوم مثلا في الدار البيضاء ان هاد الاجراءات ما عطاتش نتيجه، خصنا نقارنوا يمكن اذا كان عندنا تصور في الاول على انه هاد الاجراءات الحاجزيه الترابيه غادي تقضي على الوباء بصفه نهائيه، ابدا. اليوم بفضل هاد الاجراءات الاحترازيه كيمكن اليوم في الدار البيضاء هاد الوضع اللي حنا عليه كان من الممكن تنهار المنظومه الصحيه يعني منذ واحد شهرين من قبل في الدار البيضاء كما كانش هاد الاجراءات ترابيه. وبالتالي فان الاجراءات الترابيه سواء في الدار البيضاء سواء في مدن اخرى هي اجراءات كتعطي نتيجه ديالها، ولكن ما يمكنش الاجراءات الترابيه بوحدها غادي تحل المشكل ديال الحل ديال انتشار الفيروس الوباء بحال اللي شرحتوا في السؤال ديالكم. لابد من انه يكون احترام ديال الاجراءات الحاجزيه، هناك تكامل ما بين الاجراءات الحاجزيه ديال الكمامه والتباعد والتطهير ديال اليدين والتهويه ديال الاماكن الداخليه وما بين الاجراءات الترابيه، كيتعاونوا بجوج. ملي مع الاسف كنشوفوا هذه الاجراءات ما كتكونش كافيه في الاول كيتم لجوء الاجراءات الترابيه، ولكن الاجراءات الترابيه بوحدها ما كتكفيش. نعطيو مثال ان الاجراءات الترابيه عطات نتائج في عدد من المدن اللي تم التطبيق في هذه الاجراءات الترابيه وتم الفتح من بعد داكشي الانشطه ديالها وتفتحات، ولانه تم التحكم نوعا ما في الحاره. الدار البيضاء مدينه كبيره هي قلب المغرب صناعيا تجاريا اجتماعيا، لابد ما يكون غادي يكون طبعا في الدار البيضاء لابد ما يكون اشكال وبائي بالضروره. وعن المناطق الاخرى دكتور طيب، ما هي الاسباب التي تجعل جهات كان فيها الوضع الوبائي مستقرا نسبيا تتحول الى بؤره وبائيه مقلقه مثل مثلا الشرق، سلا مثلا، القنيطره، اكادير ايضا؟ هادو خص يعني النقطه الاولى خصنا نعرفوا بانه واخا المواطنين باش نكونوا واضحين باش يمكن لينا نتحكموا في انتشار ديال الوباء، ما نقولش انتشار ديال الفيروس. الفيروس مع الاسف بما ان الفيروس كينتشر من عند الانسان بدون اعراض وقبل ظهور الاعراض، وكاين الحالات ديال كوفيد اللي ما عندهاش اعراض تماما، من الصعب جدا اننا نتحكموا يعني بالاجراءات الحاجزيه بوحدها في الفيروس. ولكن باش نتحكموا في الوضع الوبائي لابد خصنا الاجراءات الاحترازيه، كيخصنا الاجراءات الترابيه، ولكن نعرفوا بانه الفيروس هذه الموجه الثانيه عنده واحد الانتشار كيكون واسع، مع الانفلونزا الموسميه كيكون انتشار اوسع. فاذا ولهذا كنتكلموا دائما كنقولوا هذه الاجراءات الحجزيه هي من اجل التحكم فقط. الحل هو يكون لقاح فعال وامن ويكون عند مجموعه كبيره ديال المواطنين. فاذا واحد العدد مدن مغربيه كاين فيها اللي فيها المدن المغربيه اللي لاحظنا اللي فيها انشطه اقتصاديه وتجاريه وانسانيه واجتماعيه وفيها تحرك كبير، راه الفيروس كيتحرك ومع الاسف كيلقى المنافذ باش ينتشر. المدن اللي هي ما فيهاش انشطه اقتصاديه كبيره، ما فيهاش معامل كثار، ما فيهاش انشطه تجاريه كبرى، كيمكن التحكم فيها عبر بعض الاجراءات الترابيه. فاذا هذا هو الفرق، ولكن مع الاسف نقولها وقلناها في الفصل البارد الان في هذه الشهور اللي احنا فيها الانتشار ديال الفيروس سيكون على اوسع نطاق، وكيخصنا نتخذوا الاجراءات والحذر مضاعف اكثر من مره باش يمكن لينا نتحكموا في الوضع حتى يكون اللقاح باذن الله. وقد اشرت دكتور الى الانفلونزا الموسميه المعتاده، يعني ما الذي يربط بينها وبين كوفيد 19؟ هذا الشيء علاش كان النداء ديالنا قبل ما يوصل الموسم ديال الانفلونزا. اولا الانفلونزا الموسميه مع الاسف كتشكل واحد الضغط على المستشفيات، لانه مستشفيات مهيئه باش تستقبل الكوفيد ومحاربه ديال الكوفيد. ملي كيكون عندنا الانفلونزا الموسميه كيكون ضغط على الاطقم البشريه الطبيه والصحيه والمستشفيات، هذه الاولى، هذه العلاقه الاولى. العلاقه الثانيه هو انه الانفلونزا الموسميه مع الاسف تحتها هي تستهدف نفس الفئات الاجتماعيه تقريبا اللي كيستهدفها كوفيد، نهضروا على الناس المسنين والناس اللي عندهم امراض مزمنه. حتى الانفلونزا الموسميه راه كتقتل من 300 حتى 600 550 الف الانسان في العالم.
النقطة الثالثة هو أن الأعراض ديالهم تتشابه، فإذا كتختلط الأمور. النقطة الرابعة وهذه مهمة، الدراسات، واحد العدد من الدراسات اللي بينات على أنه الموسم ديال الأنفلونزا الموسمية كي مع الأسف كيسهل الانتقال ديال الكوفيد وكيسهل انتشار ديال الكوفيد، والإصابة بالأنفلونزا الموسمية في الجسم الإنسان كيجعل الجسم أكثر عرضة الكوفيد من الإنسان اللي ما تصابش في بالأنفلونزا الموسمية. فإذا العلاقة بيناتهم متداخلة، والعلاقة مع الأسف هي أنه الأنفلونزا الموسمية كتسهل الوباء ديال الكوفيد وانتشار والسرعة ديال الكوفيد. ولهذا كان نداء باش تلقيح المواطنين خصوصا المسنين، أمراض مزمنة، النساء الحوامل والأطفال اللي عندهم أقل من 5 سنوات باش يستفدوا هذه السنة على نطاق واسع من تلقيح ديال الأنفلونزا في انتظار تلقيح ديال الكوفيد. وهل تحدث الأنفلونزا الموسمية نوعا من الإرباك أو الخلط لدى المواطنين عموما عندما يصاب الشخص بالأنفلونزا والخوف كلهم من الكوفيد 19؟ هذا فعلا هذا طرح إشكال، وهذا الشيء علاش كنا في يعني احنا تحدثنا في هذه القناة في شهر 4 يعني في أفريل على أنه على بلادنا خاصها توفر اللقاحات ضد الأنفلونزا الموسمية بشكل كبير باش ما يكونش عندنا هذا المشكل. احنا كنقولوا للمواطنين، هذه مناسبة كنقولوا للمواطنين خاص يكون هذا الشيء اللي تحدثت عليه في السؤال ديالكم، أي مواطن عنده الأعراض سخانة، الحمى، الكحبة، الإسهال، أي أعراض اللي عندها علاقة بالإنفلونزا خصو ما يعتبرهاش هو إنفلونزا، يعتبرها كوفيد حتى يتوت العكس. لأنه الإنسان خصنا نعرفوا بلي الإنفلونزا والكوفيد كينتقلوا تقريبا نفس الطريقة، فإذا كاين شي مواطن اللي كيجي كيقول لك أنا رانا كندير احتياطات، هذا الشيء اللي عندي راه غريب ماشي كوفيد. خص يعرف المواطن الفيروس اللي يدخل الجسم لاغريب إذا دخل الجسم الإنسان هي نفس الطريقة اللي كيدخل منها الكوفيد. حنا اللي كنخافوا منه بعض المواطنين مع الأسف كيتصابوا بالاعراض ديال الانفلونزا وماشي كيخافوا كيجيو يشخصوا المرض ديالهم، كيبقاو في الديور ديالهم كيعالجوا على اساس هذا راه الكريب، هذه راه الانفلونزا الموسميه. وهنا كتبقى المخاطر، اولا كينشروا الكوفيد في العائله ديالهم، وثانيا هما بنفسهم كيوصلوا معطل المستشفيات والاقسام الانعاش، وعلى هذا الشيء كنشوفوا بعض الاحيان الوفيات كترتفع. وعلى ذكر المستشفيات واقسام الانعاش دكتور، رغم استقرار معدل الفتك في مستوى منخفض، هل ما زالت المنظومة الصحية قادرة على تحمل ضغط الأعداد المتزايدة لمرضى كوفيد 19 في الوضع الراهنة؟ المعدل الفتك هو واحد المعدل اللي كنتبعوا فيه في داخل البلد، يعني شحال الوفيات عندنا بالنسبة للناس اللي تم تشخيص ديالهم. مع الأسف معدل الفتك ما هوش يعني واحد المؤشر فيابل اللي نتبعوا به الوباء. كاينه مؤشرات أخرى اللي كنتبعوا بها الخطورة ديال انتشار الوباء. المنظومة الصحية في المغرب مع الأسف، لأن واش نقول ملي كنقولوا المعدل الفتك مثلا 1.6 1.7% من الناس اللي تصابوا، 1.7 فيهم اللي توفوا. خصنا نعرفوا باللي هذا الشيء، هذا المعدل الفتك 1.6 1.7 من حد عندنا المنظومه الصحيه باقا كتستقبل المرضى في اقسام الانعاش. غدا الى اقسام الانعاش امتلأت وما بقاش كتقدر تستقبل الناس، معدل ديال الفتك كينتقل في طرف اسبوع او اسبوعين كينتقل من 1.7 3.4 4-5%. علاش؟ لانه هذوك الناس اللي كنا كنقدوهم في المنظومه الصحيه ما كيبقاش عندنا القدره الاستيعابيه، ولهذا كتدخل الاجراءات الترابيه. المنظومه الصحيه الاخرى دكتور حسين، ما هي المؤشرات الاخرى التي نقيس عليها لمعرفه مدى خطوره الوباء؟ انا نعطي مثلا مثال، كاين واحد المؤشر هو ديال معدل الاماته. يعني مثلا الى خدينا المغرب كنشوفوا السكان ديالو، عدد السكان ديالو، كنشوفوا شحال الناس اللي توفوا بكوفيد. وهنا كيمكن لنا نديروا مقارنات دوليه. احنا في المغرب مثلا البارح كنا في واحد المعدل تقريبا ديال 162 دوله، كنا في المرتبه 78، قبل منها بعض اسابيع كنا في 72 71 69. هذا المعدل ديال الاماته كيعطينا واحد نظره على الخطوره ديال الوباء في البلاد ديالنا، هذه الاولى. الحاجه الثانيه كنشوفوا احنا كنقارنوا اليوم الهدف ديالنا اليوم في انتظار ان يكون اللقاح تكون مناعه جماعيه، هي المنظومه الصحيه اقسام الانعاش ما يتمش التجاوز ديالها وما تنهارش امام الضغط ديال الحالات. فاذا هذوك الناس اللي كيدخلوا اقسام الانعاش وهذوك العدد ديال المنظومه الصحيه شحال كيمكن تستقبل ديال الناس، هذا مؤشر كبير جدا، لانه الا تجاوزناه مع الاسف معدل الاماته كيرتفع بشكل كبير. لانه الا كان في قسم الانعاش كيدخلوا 200 الناس، كيمكن لنا 200 نقضوا فيهم 180 مثلا و20 كيتوفوا. الا فتنا القدره ديال الاقسام الانعاش جاونا 400 و500، راه 200 غتدخل و300 مع الاسف غتبقى
على خارج المستشفيات وعرض للوفاة بدون ما توصل حتى الإنعاش. ولهذا ما كاين حتى شي دولة كتسمح بهذا الوضع. هادشي علاش الدولة كتدخل بالإجراءات الترابية وكتمنع التحرك ما بين المدن وكتمنع التحرك داخل المدن وكتمنع بعض الأنشطة باش ما نوصلوش انهيار ديال المنظومة الصحية. ونحن نتجه دكتور نحو حملة التلقيح التي يستبشر بها المواطنون عبر العالم بشكل عام، أكيد أنكم سمعتم كذلك عبر الأخبار الواردة عن ظهور سلالة جديدة للفيروس خصوصا في بريطانيا، أيضا يبدو الدنمارك وهولندا أستراليا. هل ينسف هذا المستجد الجهود العالمية للسيطرة على الفيروس برأيك؟ نتمنى أن يكون الأمر كذلك. خصنا نعرفوا بأنه الباحثين دائما كاين واحد الاهتمام كبير ديال التتبع ديال السلالات ديال الفيروس باش كنشوفوا الفيروس واش تغير او ما تغيرش. علاش؟ لانه الفيروس هذا راه تقريبا وقعت فيه 300 الف تحول في الجينوم ديالو من النهار اللي بدا لدابا، ولكنها تحولات كتكون صغيره. احنا كنشوفوا واش كاين شي تحول كبير في الفيروس. علاش كنقلبوا على التحول الكبير واش وقع ولا لا؟ لان اربعه الاسئله كتنتج على هذا التحول. السؤال الاول هو كنقول الى وقع التحول واش هذا الفيروس غادي يولي اكثر انتشارا من الفيروس الاصلي اللي كان كينتشر قبل. السؤال الثاني واش غادي يولي اكثر خطوره حيت كيمكن ينتشر اكبر ويكون عنده نفس الدرجه ديال الخطوره، مثلا كيقتل ديك 1% كتبقى النسبه ديال الفتك ديالو هي واش اكثر خطوره او لا. السؤال الثالث هو واش كيأثر على طرق التشخيص، لان السوس الا جات شي سلاله جديده اللي خصها طرق اخرى للتشخيص غطرح لنا مشكل في التتبع والتشخيص ديال الحالات. السؤال الرابع حنا دابا عندنا اللقاحات، واش هاد السلاله الجديده واش غيكون عندها تاثير على اللقاح؟ بمعنى واش اللقاح غادي ينفع مع السلاله الجديده او ما غادي ينفعش مع السلاله الجديده؟ انا الذي كنت اليوم اريد ان اطرح عليك هذا السؤال دكتور وطرحته في النهايه، ما يعني ما مصير المفعول اللقاحات المتوفرة حاليا يعني بمختلف الشركات التي أنتجتها، يعني مفعول ذلك على أي تحول في الفيروس وظهور سلالة جديدة كالتي ظهر في بريطانيا؟ لحد الساعة المؤشرات يمكن نقولوا باللي المعطيات يعني كتغير تقريبا في 24 ساعة. تقريبا في 48 ساعة الأخيرة ولا 72 ساعة الأخيرة كان الحديث عن هذا الفيروس، هذا السلالة الجديدة في جنوب بريطانيا، في هولندا، في النرويج، في أستراليا، كذلك في جنوب إفريقيا، وربما كان في البرازيل في شهر 4 وفي الولايات المتحدة الأمريكية في شهر 6-7. ولكن ما كانش معروف انه دابا اليوم تقريبا في 24 ساعه الخبراء كيقولوا باللي هو اكثر انتشارا من السلاله اللي كانت قبل. ولكن لحد الساعه ليس هناك اي معطى، ليس هناك اي مؤشر على انه اكثر خطوره، ولحد الساعه ليس هناك اي مؤشر على انه يعني التغير اللي وقع فيه عنده تاثير على الإمكان دكتور اللقاح المنتظر او الحالي أن يكون ما زال فعالا حتى بالنسبة للسلالة الجديدة التي ظهرت لحد الساعة؟ يعني ليس هناك ما يفيد العكس. وخصنا نعرفوا أن واخا كتوقع تحولات كبرى في الفيروسات، واخا كتوقع تحولات طفرات كبرى في الفيروسات، الاحتمال يعني كيبقى كبير جدا أن اللقاحات اللي وصل لها الخبراء كيكون عندها فعاليه حتى على الطفرات الجديده، لانها كتستهدف واحد النوع ديال الجزء من الخلايا ديال الجزء ديال الفيروس بالضبط. نعم. يعني احتمال كبير انها اللقاحات كتبقى عندها فعاليه، وحتى اذا ما فقدت الفعاليه كيكون البحث عن اللقاح البديل كيكون اسرع دكتور. من اللقاح الاول. ولكن لحد الساعه نطمئنوا الناس على انه لحد الساعه هادشي كله ما كاينش. نعم. لحد الساعه هاد الفيروس هاد السلاله هي اكثر انتشارا من السابقه ديالها، والاجراءات تتخذ من اجل محاصرتها بشكل قوي باش ما تنتشر في باقي دول العالم. هل كان متوقعا دكتور ظهور هذه الطفرات او السلالات الجديده من قبل العلماء والخبراء والباحثين؟ هذا متوقع دائما، ولهذا جميع المختبرات ديال العالم اللي كتحت بما في ذلك المختبر المغربي راه كيديروا البروفيسور عز الدين الابراهيمي، هم يعني دائما كيقلبوا على السلالات في المناطق ويشوفوا واش كاين تحول فيها. علاش؟ لانه كنذكر دائما باكبر كارثه ديال الجائحه هي ديال 1918 ديال الانفلونزا الاسبانيه اللي قتلت اكثر من 50 مليون سكان العالم في وقت اللي كان سكان العالم اقل من مليار. قتلت اكثر من 50، كيقولوا الخبراء ديال التاريخ ديال الطب ما بين 50 و100 مليون انسان ما تقتلوش في الموجه الاولى.
الموجة الأولى دازت وجات الموجة الثانية هي الأكثر خطورة بفعل الطفرة اللي كانت في الفيروس. فإذا هذا المعطى حاضر وهذا المعطى دائما هو تحت المراقبة ديال تحول في الفيروس، لأنه إذا وقع تحول كبير يقدر يعني يقلب المعادلة والحسابات كلها رأسا على عقب، ونتمنى أن لا يكون الأمر كذلك مع السلالة البريطانية الجديدة. إذن الحل في الحقيقة الجذري دكتور هنا بالمغرب على سبيل المثال سيكون هو إطلاق عملية التلقيح، أليس كذلك؟ هذا مؤكد، هذا مؤكد. حتى الناس اللي كانوا كيقولوا شحال هذه الديره خاص نخليه شويه ينتشر، كل ما انتشر الفيروس كل ما كيوقع فيه طفرات، كل ما انتشر عند الناس كثار كل ما كيوقع تحولات وكتوقع فيه خطوره. ما عندناش شي حل نهائي الا ندير واحد المناعه جماعيه للمجتمع عن طريق التلقيح باش يمكن لنا نحصروا هذا الوباء ونحصروا هذا الفيروس. في انتظار هذا الحل هذا، والحمد لله هو متوفر عدة لقاحات آمنة وعدة لقاحات فعالة، في انتظار تنطلق العملية ديال التلقيح في بلادنا وفي العالم كامل ونحصروا الوباء، عندنا الإجراءات الحاجزية خصنا نحترموها وخصنا ناخذوا الدرس من هادشي اللي وقع في بريطانيا في الدول الأخرى. كل ما خلينا الفيروس كينتشر كل ما غادي يشكل خطورة علينا اليوم أو غدا، حتى بالنسبة للناس اللي تصابوا وحتى بالنسبة للمجهودات اللي درنا كلها كيمكن تضيع الى ما احترمناش الاجراءات الحاجزيه. طريق واحد اللي كيحمينا الفيروس خصنا نحصروه بالاجراءات الحاجزيه والترابيه، وخصنا نقضيو عليه من خلال التلقيح والمشاركه والمساهمه كلنا في التلقيح اسرع وقت ممكن باش نشكل واحد المناعه جماعيه في بلادنا. وهل يجب ان نتوقع انحسار الوباء بالمغرب مباشره بعد تلقيح المغاربه، ام يجب ان ننتظر بضعه اسابيع ربما شهور مع الالتزام طبعا بالتدابير الاحترازيه دائما؟ الاجراءات خصنا نكون واضحين مع المواطنين من لهنا اللي يبدا المسلسل ديال التلقيح وينطلق التلقيح، وخا يبدا التلقيح في المغرب هاد الايام ويكون عندنا الكميات الكافيه ونمشي ونوصلوا لابد من شهر 12 1 2 3 الوباء ما التلقيح ما غياثرش على انتشار الوباء، اللي غياثر عليه هو الاحترام ديالنا الاجراءات الحاجزيه او عدم احترام ديالنا، هذه الاولى. الحاجه الثانيه حتى من بعد شهر 4 وتبدا تكون المناعه الجماعيه في شهر 6 غادي نستمروا حنا في بدايه ديال الصيف، غادي يكون باقي علينا على اننا نحترموا الاجراءات الحاجزيه والاجراءات الترابيه غتبقى ترجع شويه بشويه للور. بدينا بالاجراءات الحاجزيه ودزنا للترابيه، من بعد غادي نبداو نزولوا الترابيه ونزولوا الحاجزيه الى حتى نهايه 2021 عاد يمكن لنا الى مشات الامور على احسن ما يرى 2021 نهايه 2021 يمكن لنا نتحدثوا على العوده تدريجيه للحياه الطبيعيه كيف ما كانت ما قبل كوفيد. قبل هالتواريخ هذه خص المواطنين يكونوا عارفين على انه الحاجه اللي غتحميهم التلقيح اكيد غادي يحمينا كلنا. في انتظار نوصلوا للمناعه الجماعيه في انتظار التلقيح خصنا نستمروا في الاجراءات الحاجزيه وما نعتبروش على انه التلقيح غدا بعد غدا غيحل المشكل. بالنسبه للقاح هل يختلف الامر دكتور بين من اصيب بفيروس كورونا وتعافى منه وبين من لم يصب به على الاقل لا يدري ان كان اصيب به؟ هذا سؤال كبير العلماء يعني والباحثين كيقلبوا عليه، وكاينه واحد جوج ديال جوج المدارس الان عالميا من الناحيه الطبيه. كاينه المدرسه الامريكيه الانجلو ساكسونيه اللي كتقول على انه بناء على المعطيات العلميه المناعه اللي كتجي عن طريق اللقاح هي مناعه قويه واكثر دواما من المناعه التي تاتي عن جري عن طريق المرض، وان المناعه التي تاتي عن طريق المرض ديال كوفيد ربما لا تستمر طويلا وربما لا تكون يعني حاميه اكثر. كيقولوا خص الانسان اللي مرض بكوفيد خصنا نديروا التلقيح ديالو، فقط كيخصنا نحترموا واحد اربعه الاسابيع ما بين النهار اللي كان مريض تيست ديالو والنهار ديال التلقيح. علاش؟ ماشي على التدخل ابدا. علاش اربعه الاسابيع؟ لانه الانسان هذا لقاحات جديده ما خصناش يتخلط علينا، واش الا وقع شي مثلا تفاقم ديال المرض ما نعرفوش واش هو الكوفيد اللي تفاقم ولا اللقاح اللي عطى اعراض جانبيه. بالنسبه للفرنسيين هادو صدروا القرار ديالهم كنظن البارح، السلطات الصحيه صدرت القرار كتقول اودي يعني خليه حتى 3 شهور من بعد الكوفيد، وعلى انه ماشي ضروري يعني اختياري ماشي ضروري يعني ان لا يتلقى اللقاح، حيت هما فرنسيين يعني يمكن له ما يتلقاش اللقاح. وإلا بغى يتلقى اللقاح الانسان اللي تصاب بكوفيد واحد 3 شهور ما بين الاصابه، وعلاش كيعتمدوا حيت الفرنسيين كيعتمدوا على المبدا اللي عندهم في الدستور هو البرينسيب دو بريكوسيون لي بريكوسيون اللي داروا. بالنسبه للانجلو ساكسونيين كيهضروا على البراغماتيه على الفعاليه، ومن الناحيه العلميه انا كنعتقد بانه الناس اللي تصابوا بكوفيد خصهم يتلقحوا
ضد اللقاح ديال كوفيد، لان كيعطي واحد الضمانه اكثر وما كنبقاوش ندخلوا في واحد العدد ديال الاشكالات واحد العدد ديال المشاكل. فقط خصنا نخليو ما بين النهار اللي تصاب الانسان والنهار اللي ياخذ التلقيح نخليو واحد 4 أسابيع على الاقل باش يمكن لينا نعرفوا نفرقوا ما بين الاعراض ديال كوفيد والاعراض ديال لا قدر الله ديال اللقاح مثلا. ولكن هذا في اخر المطاف اللجنه العلميه المغربيه راه غادي تثبت فيها على كل لقاح لقاح على حده ونشوفوا انا ذاك الارشادات ديالها حتى هي كذلك ان شاء الله. شكرك جزيل الشكر الدكتور طيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحيه، كنت معنا من العرائش. شكرا على هذه الافكار، استفدنا كثيرا. شكرا معك، شكرا جزيلا لك. شكرا. هذا الحديث مشاهدينا الكرام تجدونه على موقعنا الإلكتروني mediantv.com وباقي منصاتنا. شكرا لوفائكم، دمتم دائما في رعاية الله.